صعوبة ألف على ألف ألف أف أم مع سحر عبد الله العيادة المسموعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمس عليكم بالخير مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية. معنا سحر عبد الله، راح يتجدد اللقاء فيكم من خلال برنامج طبابة ألف اللي عودناكم يطلع عليكم يوميا من الأحد إلى الخميس من خلال هذه الساعة، من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية ظهرا. طبعاً زي ما عودناكم كل يوم يكون معنا ضيف جديد، طبيب جديد، وموضوع كمان مختلف. وفي بما أنها يعني أحب أذكركم بس مع بداية حلقتنا، أذكر كل حبايبنا اللي يسمعونا عبر أثير ألف ألف أف أم بجوائزنا لليوم بالنسبة لجوائز المركز السعودي الصيني. يا جماعة الخير، زي ما قلنا لكم كل يوم يكون عندنا رابحين، فعشان يكون عندك الفرصة ما زالت قدامك من خلال هذه الساعة، راح نعلن إن شاء الله أسماء الرابحين في نهاية ساعتنا هذه. مجرد أنك ترسل كلمة المركز السعودي مع اسمك ومنطقتك على STC 84770 ومشتركي موبايلي 640-660 ومشتركي زين 746-262 راح يدخل إن شاء الله اسمك معانا في السحب على جوائزنا لليوم، جلسة تخسيس بالإبر الصينية وجلسة كمان للإقلاع عن التدخين. أمراض الجهاز الهضمي هي الأكثر أجهزة الجسم تصاب بالمشاكل. طبعا لأنها سلسلة، أكيد سلسلة أعضاء ومجوفة متصلة بأنبوب طويل وملتوي يمتد من الفم حتى الشرج، فدائما هذه المشاكل طبعا يعني بصفة عامة أنه مشاكل الجهاز الهضمي دائما تجي من سوء التغذية، ودائما حنا نقول غذائك هو أساس صحتك. في الحلقة هذه بنركز شوية على مشاكل القولون بما فيه القولون العصبي والقولون المرضي، حيث أن الأكثر شيوعاً وأكثر الناس تشتكي دائماً من مشاكل القولون. في البداية راح نرحب بضيفنا لليوم الدكتور محمد حامد، استشاري باطنة وجهاز هضمي ونظير الجهاز الهضمي بمستشفى حي الجامعة. هلا وسهلا فيك دكتور محمد. أهلا دكتور محمد، بس كده الصوت شوية. كيفك دكتور محمد؟ منورنا من جديد. مش أول مرة تكون في استديوهات ألف ألف. أنا بسعد بس غبت عننا فترة طويلة جدا. معلش كنا مشغولين. أهلا وسهلا فيك. أهلا دكتور محمد، طبعا إيش رأيك في الكلام اللي قلته إنه القولون العصبي هو يعني أكثر أمراض الجهاز الهضمي شيوعا؟ موافقني الرأي أو؟ هو طبعا بالنسبة طبعا كمان لينا هنا في المجتمع السعودي أو في جدة، يعني من أكثر فعلا الأمراض شيوعا موضوع القولون العصبي ده. بس يعني أنا بس ليك يعني دايما أحب أفرق بين القولون العصبي والقولون المرضي، لأن القولون العصبي ده من أشهر الأمراض في العالم وأكثر شيوعا في الجهاز الهضمي، ولكن لازم أفرقه ما بين العصبي والهضمي. الهضمي المرضي ده بيبقى حاجة تانية خالص، ده مرض أمراض شديدة جدا وليها طريقة علاج وليها بروتوكولات علاج وليها طريقة متابعة غير القولون العصبي خالص. القولون العصبي ده قولون بيبقى سليم ما فيهوش مشكلة، ولكن بتبقى في أعراض، هي بيصاحبه أعراض متعبة، ودي وموضوع القولون العصبي ده ما بيبقاش ليه تحليل معين أو ليه إشاعة معينة، إحنا بنشخصه بالاستبعاد. يعني إيه بالاستبعاد؟ يعني كل حاجة سليمة فما فيش تحليل معين يقول لك القولون ده مريض، ده عنده قولون عصبي، او ما فيش اشعه معينه تقول لك المريض ده عنده قولون عصبي. لا، بالاستبعاد نلاقي الاعضاء اللي جنب القولون سليمه، الكبد، المراره، الكبد، الكلى، يبقى ده بالاستبعاد مع طبعا الاعراض اللي المريض بيشتكي بيها بنشخص القولون العصبي. ده منتشر جدا الايام دي. ليه منتشر؟ نتيجه طبعا بيجي نتيجه الضغوط العصبيه الشديده. يعني ضغوط عصبيه شديده دايما دلوقتي، طبعا الاسترس في حياتنا في كل حاجه، ضغوط في كل حاجه، زائد طبعا الاكلات والاكل واللخبطه اللي احنا بنلخبطها والاكل بنلخبطه، ودي من العوامل الى بتؤدي الى تفاقم او زياده نسبه مرض القولون العصبي. القولون العصبي فيه منه نوعين، في قولون عصبي بيبقى قولون عصبي مصاحب زي ما اتفقنا، ده مش مرض، يعني ما فيش مشكله في الجدار، ما فيش مشكله في القولون،
بس انها حاله بتجي بين فتره وفتره، اعراضها بيبقى الام بالاسباب هذه، او زي ما بقول لك بيبقى في منها نوعين، القولون العصبي المصاحب بالاسهال والقولون العصبي المصاحب للامساك. ووجدوا ان الموضوع الاكثر انتشارا في القولون العصبي المصاحب بالامساك، ويبقى اكثر في في الفيميل في 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 السيدات او في البنات اخطر نتيجه اكثر اللي اكثر من الرجال. وكان جات فتره الفاتت كان في كتير بيتكلموا عايزين يطلعوا ادويه للقولون العصبي، وكان في طلع فتره في من حوالي 5 سنين أو 10 سنين دواء كان عمل ثوره في امريكا وفي اوروبا، وكان الستات بيحبوه جدا عشان موضوع القولون العصبي دوت اللي معاه الامساك، وبداوا ياخدوه فتره والناس ارتاحت ويدوروا عليه، وكان بس هذا هو العلاج. مره واحده قاموا واقفينه، قال لك ده بيجيب مشاكل في القلب في امريكا، قال لك وقفوا ووقفوه الناس بقى. فدلوقتي مشكله طريقه علاج القولون العصبي. طب هو يعني في سبب انه النساء بتعاني منه اكثر من الرجال؟ ممكن يكون نتيجه ان الضغوطات العصبيه النساء بيبقوا اضعف يعني شويه، او بيتاثروا اكتر. لان هو زي ما الكلام ده مشروح في الكتب ومشروح في كل الابحاث، ان الاسترس او الضغط العصبي ليه عامل كتير جدا في امراض القولون العصبي برضه. مش القولون المرضي، لان الناس بيختلط عليه الامر، قولون العصبي ده حاجة، وقولون المرضي لا قدر الله ده قصة تانية خالص. صحيح. طيب دكتور، يعني سوء التغذية هل له أي علاقة؟ لا مش، أنا كنت فاكرة سوء التغذية لا كمان. لا مش سوء التغذية، لا يعني أنا لو مريض قولون عصبي أو أنا عندي قولون عصبي أو يعني حساس زيادة، ففي أكلات معينة إحنا بنأكلها المريض مش ممنوع، أنت مش مريض، أنت مش ممنوع عنك أي أكل. صحيح. زي ما بتخش هنا، إحنا عندنا هنا كسعودية أو في وطن العربي كله تلاقي المريض يحب جدا الدكتور يقول له ما تاكلش إيه؟ يا ده السؤال اللي أنا خلاص أنا لقيت علاج. تلاقي مريض عنده مرض فظيع يقول لي طب أكل إيه وما أكلش إيه؟ يزعل جدا، لازم تكتبي له ورقة يتبسط جدا. بس أنا بقول لك إن قولون العصبي مش مريض، ده مش ممنوع عنه أي أكل، ولكن الأكلات اللي هي بتتعبك أو بيصعب عليكي هضمها قللي منها. الاكلات اللي بتزود الانتفاخات، لان طبعا من اهم اعراض القولون العصبي هو الانتفاخ، الغازات يعني. ففي اكلات معينه زي مثلا منتجات الالبان، السكر الصناعي، زي مثلا حاجات الارتفيشال سويتنر زي اللي في اللبان اللي في الحاجات دي، كل دي دي بتزود الانتفاخ، فتبقى تبعد عنها. انما مش ممنوع يعني، انت مش معناك ما تشربش لبن طول عمرك، ما لا بس تبقى عارف ان انت لو كترت شويه، شربت مثلا كذا مره لبن او اخذت منتجات البان كتير، هيحصل شويه انتفاخ، وانت اصلا عندك قولون عصبي فهيتعبك. انما انت مش ممنوع عنك اي اكل. صحيح. وده موضوع على فكره مهم جدا، يعني اللي بقول لك عليه ده الاكل ده في مثلا في جميع امراض الجهاز الهضمي، ايه الاكل الممنوع وايه الاكل المسموح؟ كتير جدا ناس كتير جدا بيفتوا ويفضل يقول لك لا ما تاكلش ده وما تاكلش ده، مش كويس القولون. لا يا عم جاي لي مثلا خس 10 15 كيلو مش قادر، يا دكتور انا جعان نفسي اكل. الدكاتره منع يا عم ده ما تاكلش ليه؟ انت مش مريض. ما تاكل. يقول لك لا الدكتور قال لي كتب لي لسته ما تاكلش كذا وكذا. لا يا عم جاي خس مش قادر اتحرك جعان. لا روح كله تعالى. فهي قصه ان انت لازم يبقى الدكتور فاهم ايه فعلا الممنوع. يعني كان زمان الناس كل الناس او لغايه دلوقتي تيجي عيانك قرحه يقول لك ما تاكلش شطه. طب صحيح ما تاكلش شيء حار. اثبتت علميا ده الكلام ده علم، انا مش بجيب من عندي. ايوه. ان الشطه ملهاش اي تاثير على القرحه، ملهاش اي تاثير، بل بالعكس ده في ابحاث دلوقتي تقول لك ان الشطه بتعالج القرحه. تعالي بقى انت اي دكتور روحي له فعلا دايما نسمع تخش الدكتور. صحيح. أيوه. يقول لك اول حاجه ممنوع الشطه، ممنوع. العيان يقول لك الدكتور ده هايل. لا يعني انت بس ما فيش علميا بقى او ايفيدنس بيز زي ما بيقول حاجه يعني متفق عليها، او ما فيش. لو انت قريتي ما فيش الكلام ده. جميل. في حاجات معينه مثلا في حالات القرحه مثلا ايه الممنوع ده اللي مثبت علميا؟ التدخين، ادويه المسكنه، الكحوليات، هم دول اللي فعلا ممكن يجيبوا قرحه او ياثروا. غير كده اي اكل مش ممنوع عنك. اي اكل مش ممنوع. طيب حلو. طيب دكتور ايش يعني، طب ايش اعراضه؟ يعني في بعض الناس تختلط عليهم الامور، يعني يجيهم الم مثلا ما هم عارفين يحددون فين الالم، ما هم عارفين هذا جاي من المعده، هذا والله الكليه تتحوره، هذا اعراض القولون. يعني انا كيف اعرف انا عندي قولون؟ هو طبعا يعني هي ايش الالم فين؟ اول حاجه بالضبط. احنا عايزين نعرف برضو ان الدنيا اختلفت دلوقتي، الدنيا اختلفت يعني، في كل دكتور مختص في حاجه. يعني انا لازم اعرف المريض، لازم يبقى عنده وعي مهم جدا، يبقى عارف هو بيشتكي من ايه. يعني انا عندي مشكله اروح ليه؟ ادور على انهي دكتور؟ صحيح. ما ينفعش اروح اقول انا عايز اروح دكتور بطنه، يعني ما فيش حاجه اسمها دكتور بطنه ويعمل كل حاجه. لا احنا نختار دلوقتي. احنا دكتور فعلا نختار. انا دلوقتي يعني كدرنا راجل استشاري جهاز هضمي، بيجي لي عيان مثلا في غدد، بقى سكر، حوله لدكتور غدد،
انا قصدي يعني المريض لازم يبقى عارف هو التارجت بتاعه هو رايح لانهي دكتور. ما ينفعش دكتور يعالج كل حاجه. فهو دي اول خطوه ان انا اختار الدكتور الصح. صحيح. عندي مشكله الام وفي الهضم امساك اسهال اعراض جهاز هضم، لا يبقى انا ادور على دكتور جهاز هضم. فعلا. عندي مشكله مثلا غدد بتاع اشوف سكر اشوف دكتور غدد. عندي ضغط اروح دكتور قلب. هي دي اول خطوه. تاني حاجه انت مثلا لو اتكلمنا على موضوع الدكتور راح بقى لدكتور جهاز هضمي، المريض راح لدكتور جهاز هضمي، ايه الشكوى بتاعتي؟ شوف بشتكي من ايه؟ دايما القولون العصبي ده زي ما بقول بلاقي فيه اعراض بس بالاستبعاد، بشخصه بالاستبعاد، يعني ما فيش مثلا ما ينفعش مثلا الاقي مريض بيبقى عنده نزيف من الشرج واقول ده قولون عصبي، لا ده لازم اعمل منظار لان ده يطلع قولون مرضي، هيطلع فيه مشكله في القولون، ما ينفعش، لازم ابحث. انما اعراض القولون العصبي اللي هي المعروفه الانتفاخات الغازات تقلصات حوالين السره في اسفل البطن مع في الاعتبار ان الكليه سليمه والمراره سليمه يبقى هو ده بالاستبعاد بيتشخص ان ده قولون عصبي. وطبعا في يعني في تفاصيل ثانيه مش يعني مش عايزين اخد وقت البرنامج كله فيها، ولكن انا بقول لك زي العناوين اللي حاجات اللي هي تقول لك ده قولون عصبي. ممتاز، اكيد حنرجع للنقطه هذه دكتور محمد، لكن حنطلع فاصل اعلاني قصير. مستمعينا الكرام خليكم معانا لا تروحون بعيد، راح نرجع نكمل حلقتنا اليوم. طبابة ألف على ألف ألف أف أم مع سحر عبد الله العيادة المسموعة. تواصلكم ومشاركاتكم معانا أكيد تهمنا. طبعا اللي حاب يتواصل معانا في حلقتنا لليوم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك على حسابنا ALIF ALIF FM، وكمان عن طريق الرسائل النصية بالنسبة لمشتركي STC 847700 مشتركي موبايلي 640-660 وزين 746262. كنا جالسين نتكلم قبل الفاصل، أذكر كل اللي انضمونا في هذه الدقيقة، موضوعنا اليوم عن مشاكل الجهاز الهضمي بما فيها القولون، مع ضيفنا لليوم الدكتور محمد حامد استشاري باطنة وجهاز هضمي ومناظير الجهاز الهضمي. دكتور محمد، بما أنك قلت قبل الفاصل القولون العصبي مش مرض وحالة الواحد يشكي منها بين فترة وفترة ومرتبطة بأمور، يعني اللي فهمته أنه شوية أمور نفسية من ناحية كما ذكرت أنه المرأة بتصاب فيه أكثر من الرجل، خلينا نتكلم شوية عن القولون المرضي. هل هو يعني بيقلب مثلا الى حاله يعني سيريس اكثر مثل مثلا طبعا ده موضوع مهم جدا، سرطان قولون ده موضوع مهم جدا. وطبعا انا بحكم وجودي يعني في جده هنا يمكن بقالي سنتين شفت حالات كثيره جدا. قولون المرضي ده يعني موضوع مهم جدا، مهم ويحتاج مننا اهتمام شديد جدا، ولازم نعرف احصائيات عندنا مرض قد ايه. ده قولون القولون المرضي ده عندنا اشهر مرضين في التقرحات المزمنه في القولون، في مرض اسمه كرونز. دي امراض يعني في اوروبا بيعتبروها خطيره مهمه جدا ويهتموا بيها وليها طريقه في المتابعه وفي العلاج، يمكن هنا مش 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 مهتمين بيها، ولكن هنا في حالات انا شفت حالات كتير جدا. مشكله الامراض دي انها ممكن تتحول الى سرطان، فليها طريقه للعلاج، طريقه للمتابعه، وطريقه لل تتشخص ازاي، ومحتاجه طبعا يكون زي ما انا قلت في الاول مختص اكيد مختص. أيوه. في الجهاز الهضمي. طبعا يعني اذا كنا عايزين برضه نفيد الناس اللي بيسمعونا، اهم اعراضها هو مثلا الاسهال المستمر ونزيف الشرج والانيميا او الفقر الدم. اي واحد عنده عرض من الاعراض دي لازم يستشير حد بتاع جهاز هضمي، يعني حد متخصص في الجهاز الهضمي، لان الامراض دي مهمه جدا جدا، يعني ما تستسهلش. انا بشوف عيانين كتير جدا يقول لي عندي نزيف من الشرج، بيستسهل الامر جدا يقول لك فكتبت علاج، علاج ازاي؟ صحيح. تعرف ايه سببه؟ بقول لك الامراض دي يعني لا قدر الله ممكن تقلب حاجه بامراض سرطانيه، فلازم يبقى فيه اهتمام بيها. فطبعا دي اعراضها غير القولون العصبي خالص، اعراض بلاقي ده نزيف، بلاقي اسهال، بلاقي نزول في الوزن، فلازم ساعتها ألجأ لاستشاري جهاز هضمي. عفوا دكتور محمد، بس عشان نوضح للي جالسين يسمعونا ومستمعينا الكرام انه ما له علاقه ابدا القولون العصبي بالقولون المرضي، يعني الواحد عنده قولون عصبي ما راح يتحول يصير قولون مرضي. لا 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 نهائي، ما فيش اي علاقه بينهم ابدا. هذا لان لغايه دلوقتي القولون المرضي ده حدش يعرف سببه ايه، يعني هو بيعتبروه مرض مناعي.
زي الامراض المناعيه لغايه دلوقتي، عشان كده مش قادرين يجيبوا له علاج. يعني طبعا علاجه ده قصه كبيره جدا، وفي اسلحه كتيره جدا لعلاجه وطرق كتيره جدا. طب اسبابه خلينا نتكلم عن الاسباب. ما حدش يعرف يعني هما لغايه دلوقتي ما حدش يعرف ده مرض بيجي بدون علم كده، بس بيقولوا ان هو مرض مناعي. يعني مرض مناعي بداوا يحطوا ابحاث ويحطوا علاجات كمرض مناعي وبيحاولوا، ولكن لغايه دلوقتي ما حدش طبعا قدر يتواصل في اي مكان في العالم ايه سببه. التقرحات دي هل ليها عامل وراثي، ليها عامل مناعي؟ ما حدش يعرف. هل ما حاجه فيها متصله بميكروب دي محدش قادر يوصل لها؟ كل العالم لغايه دلوقتي. جميل جدا. طيب دكتور محمد، بالنسبه للاستهلاك مضادات الاحماض وادويه العلاج الحرقان، يعني في كثير ناس بتستخدم هذه الادويه بكثره، يعني وخاصه انا بسمع يعني اغلب الناس اللي تشكي من مشاكل في القولون، في دكاتره كثير بتنصحهم انه ابتعد عن بعض الادويه. طبعا ما حقدر اذكر الاسماء، لكن يقولون لك ان المعده، حتى ان هذا ما هو مرض، هذه حاله بتحصل، يقولك المعدة يعني تدمن على هذا العلاج. هو في اختلاط بس عندك في الامر. هي قصة امراض المعدة هي اللي بتدي، اللي هي الادوية اللي بتقلل الحموضة دي، مالهاش علاقة بالقولون. وفعلا برضو زي ما انت بتقولي كلامك مظبوط، هنا يعني في هنا في يعني عدم اعتناء، او بياخدوها بطريقة عشوائية جدا. ناس بتاخد بتدي بكميات فظيعة وبشكل يومي، دي اللي هي ادوية المعدة، اللي هي ادوية قرح المعدة. وطبعاً هنا عشوائية تماماً، في المفروض لازم بتتاخد تحت إشراف دكتور، وبرضو زي ما بقولك استشاري أو حد يكون متخصص في الجهاز الهضمي. لأن هي دلوقتي برضو الكلام زي ما بتقولي، بحثوا في الأبحاث بدأوا يتكلموا إن زيادة استعمال الأدوية دي ليها أضرار. الاستعمال العشوائي، ولكن أنا لو العين المريض محتاجها لعلاج مثلاً قرحة، لعلاج جرثومة، لعلاج لازم بتتاخد، ولكن بنظام وبوقت معين، ولازم الدكتور يبقى عارف. يعني ما ينفعش زي ما انت بتقولي في دكتور مثلا يقول له خدها افضل ماشي سنه على العلاج. انا شفت حاجات زي ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه في الطب اسمها كده. في حاجه اسمها عنده مرض فلاني يبقى ياخد العلاج اللي هو اللي انت بتتكلمي عليه ده لمده معينه، مثلا 4 أسابيع، 8 أسابيع، 12 أسبوع، وبعد كده بعمل له متابعه وبقول له تمشي كل قد ايه. انما امشي سنه سنتين في العلاج طبعا ده خطا فظيع. يعني ما اعرفش يعني صحيح، وبنسمع بتحصل كثير. ما انا بقول لك، طيب لان الكلام دلوقتي الجديد كله ان الادويه دي مع الاستعمال الطويل ليها مشاكل كتير. يعني في مشاكل كتير بتبدا تحصل في المعده بعد الاستعمال الطويل للادويه دي، او الاستعمال العشوائي. اكيد. طيب دكتور ايش تنصح؟ طيب الناس اللي عندها، طب ايش الحل؟ يعني انا كده لخبطت شويه. لا هو الحل زي ما قلت لك، دكتور فاهم. هو عارف كل حاجه في الطب في الكتاب موجوده. والله انا عندي بشكي من حموضه بس، وعند بديك علاج على فتره معينه لفتره معينه. لا انا بدات اشتكي اكتر من حموضه، بدات عندي حاجه اسمها يعني زي بيسموها ريد فلاجز عندنا، او علامات اشاره حمراء. لا في مشكله، في مشكله، لا لازم اعمل منظار. لان ممكن يكون في قرحه، لان ممكن يكون في مش ورم، فلازم الدكتور يكون فاهم الكلام ده. فانا الحل ان انا اختار مظبوط، يبقى انا اشوف ايه مشكلتي واعرف الدكتور. هو فين الدكتور؟ في محتاج منظار، بعمل منظار. اكتر من منظار بحتاج علاجات اكتر من كده، برضو مش هينفع غير دكتور مختص وفاهم في الكلام ده. لان الدنيا اختلفت زي ما بقولك. صحيح. طيب طبعا خلينا نذكر من جديد المستمعين اللي حاب يتواصل معانا عن طريق الرسائل النصيه STC 84 7700، موبايلي 640 660، وزين 7462 62. دكتور محمد خلينا ناخذ اتصال ونرجع نكمل فضلي موضوعنا لليوم، لان في معانا احمد على الخط. الو يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا اخوي، تفضل. الله يسلمك. كيف حالك دكتور؟ اي تفضل اخوي. الله يسلمك. كيف حالك دكتور؟ تمام الله يكرمك دكتور. انا من النوع المدمن على شيء اسمه حار. تمام. جلست فتره يعني اكثر مره من المرات يعني كنت حار بزياده، فجاني الم فتحه المعده. ايوه. طيب. استخدمت ادويه. يعني الم فتحه المعده، الم جدا شديد مع حرقه بالصدر وبالبطن. تمام. ايوه. استخدمت ادويه وانقطع مني ذا الشيء. بس تمام. لما برجع باخذ حار نفس الحكايه، ما يجيني حرقان، يجي اول شيء الم فتحه المعده. الم فتحه المعده ياثر علي مره يعني متعب جدا. تحتار ايش تاخذ من ادويه بالضبط، ايش 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 تسوي بالضبط فيه. فانا حاليا يعني موقف الحار.
والحمد لله الوضع رجع طبيعي، بس ممكن اي شيء يعني صار عندي حرج كبير من الاكل، اي شيء في بهار شيء ما اعرف ايش هو، ممكن يرجع ترجع لي نفس المشكله، الم فتحه المعده، والم فتحه المعده يمكن اعرف الدكتور. طيب هو بس سؤال، الالام دي ما بتجيلكش غير لما بتسقط تاخد حاجه حار؟ يعني لو مع اكلات تانية مثلا زي الاكل اللي فيه دسم او سمن او زبده؟ لا ابدا يا دكتور، بالذات الم فتحه المعده، اذا جاء الم فتحه المعده راح يجيني حرج. طب وانت مين قال لك فتحه المعده؟ كيف عرفت؟ انا لسه كنت ابغى اسال فعلا، يقدر كيف عرفت؟ ايوه عرفت انها بفتحه المعده، ان الالم هذا فتحه المعده. ما انا عارف يعني بين المعده وبين الصدر في دائره بسيطه، هي فتحه المعده هي الالم يعني. لا هو طبعا مش شرط الكلام ده يعني، هو مش شرط، لا لا مش شرط طبعا. حتى لما بضغط عليها باصبعي بحس بالالم اذا هي اصلا يعني دكتور تكلمنا ببدايه الحلقه فعلا انه في ناس ما تعرف الالم من وين أيه. جاي طبعا وما هي فاهمه تشخص بس لا طبعا هو الكلام مش مظبوط يعني، مش ممكن نديه فتحه بيقول على الحوار عندك لا هو طبعا زي ما بيقول ان الاكل الحار اللي هو بياكله ده ممكن يزود له حموضه المعده شويه. هو ببساطه شديده وقت ما بيحس بالحموضه دي بياخد فيه ادويه برضو بتتوصف مش بسيطه جدا. في الحالات اللي زي كده لو كان في حمض زياده بيقدر ياخدها، ممكن ياثر عليها، انما مش دواء قوي زي اللي بنتكلم عليه بتاع القرح، مجرد حاجات تعادل شويه الحموضه دي وبسيطه جدا وقت ما يكون ياكل يعني قبل ما ياكل. ولكن ما انا يعني لو بنصحه بقول له يعني مش يعني ما توقفش كل شطه زي ما انت عايز، كل حراق بس مش كل يوم يعني، ما يعني خفف منها ايوه مش كل يوم عشان ما يجيلكش حموضه كل يوم. صحيح. انما هي انا كان زي كلامي برضو في الاول، هو ما فيش ارتباط بالشطه بالقرحه، ولكن ممكن نقدر نقول بتعمل شويه حموضه او ممكن ما تكون، ممكن حساسيه في ناس عندهم لا هو ممكن شويه حموضه، لكن انا بقول له كل بس مش كل يوم. صحيح خفف بعدين اذا هو بيحس بالم يعني، من عارفه ليش جالس ياكلك اليوم. عموما الف سلامه عليك اخوي احمد، احنا حنرجع اكيد نكمل حلقتنا لليوم دكتور محمد، لكن حنطلع فاصل اعلاني قصير ونرجع كمان نذكر المستمعين اكيد يقدرون يتواصلون معانا ويتصلون علينا على 012-61-61-100 ومن الرياض 011-217-85-85. طبابة ألف على ألف ألف أف أم مع سحر عبد الله، العيادة المسموعة. كنا جالسين نتكلم قبل الفاصل عن مشاكل الجهاز الهضمي، تكلمنا شوي عن القولون، ودكتور محمد نبغى نتكلم شوية عن أشياء ثانية ومشاكل أكثر شيوعا يعني بالنسبة للجهاز الهضمي، منها الارتجاع، إيش سببه أو إيش يعني إيش مسببات؟ طبعا الارتجاع ده من أمراض مهمة جدا في الجهاز الهضمي وفيري كومن يعني موجود كتير جدا بكثرة، ده بيبقى برضو مهم جدا لأن من مضاعفاته أن ممكن الارتجاع والتقرحات تقلب لا قدر الله برضو أشياء بمضاعفات وحشة بعد كده، فلازم نهتم بيها ونشخصها بقى. الارتجاع ده دايما بيبقى نتيجة عندنا بيبقى فيه زي ضعف في نهاية المريء أو فتح الحجاب الحاجز، بيؤدي إلى أن الحمض اللي ربنا خلق المعدة تستحمله، المعدة بتفرز حمض طبيعي علشان تهضم الأكل، ولكن في صمام ما بين المريء والمعدة يمنع رجوع الحمض من المعدة للمريء، ولكن يسمح لمرور الأكل من المريء للمعدة، بيسموه one way valve. أيوة. فإذا الصمام ده حصل فيه أي لخبطة أو مشكلة أو ضعف أو فتق زي ما بنقول، بيبدأ يحصل المشكلة إن الحمض اللي في المعدة يدخل المريء، وبيسموه acid in the wrong place، يعني الحمض بيروح في المكان الغلط، لأن ربنا خلق لنا المريء ما يتحمل الحمض. صحيح. ده الطبيعي. فخلق لنا الصمام ده اللي بيمنع الحمض، فلما الصمام ده بيبوظ بيبدأ الحمض اللي في المعدة اللي ربنا خلق المعدة جدارها سميك يقدر يستحمل الحمض، ربنا خلقها تستحمل، لكن المريء ما يستحمل الحمض، فبيبدأ يحصل تقرحات في المريء، المريض بيحس بالأعراض اللي انت بقى بتسمعيها على طول، ايه الحموضة يا دكتور؟ صحيح. عايزة في غثيان، في تراش، ساعات بتوصل لتراش دم، على طول حموضة، ببدأ بتخش بقى مضاعفات أكتر من كده، أصحى بالليل
اشرق بالليل انا نايمه بصحى من النوم شرقان لو اكلت ونمت لو اكلت لازم بنام على حاجه عاليه لان لو نمت مسطح هي دي كل دي كل هذه الاعراض الارتجاع ودي قصه كبيره جدا انا على قد ما اقدر حاولت اقولها لك بسرعه كده احنا على قد ما نقدر دكتور يعني لا فرصه حضرتك موجود معانا الكلام المواضيع اللي انت بتقوليها دي كلها شائعه جدا وبتسال عليها كل يوم فعلا مواضيع مهمه بس بنحاول علشان الوقت طبعا مش اكيد قد ما نقدر ان نغطي بسرعه وعشان حضرتك كمان معانا ففرصه لنا نسالك كل الاسئله ونحاول ان نطلع من موضوع لموضوع وكلها طبعا متعلقه في الجهاز الهضمي. طيب بالنسبه يعني حضرتك عندك تجارب كثير مع المنظار والكبسوله دكتور وقبل كذا تكلمنا احنا عنها بس باختصار يعني لما تكلمنا عن عمليات تخسيس الوزن الزائد والامور هذه كلها بس ما ركزنا كثير على البالونه وبصراحه دكتور كثير ما يمدحونها وكثير انتقدوها وقالوا بطلوها حتى انا اللي اعرف انه ما صار في ناس تسويها وسمعنا قوي كثير من مين ده اللي قال بطلوها انا بصراحه انا ما سمعت والله كثير دكاتره والله انا كنت لسه كنت في مؤتمر لسه في في بلجيكا وده تقريبا بيحضروا كل دكاترة مناظير الجهاز الهضمي في العالم وكانت ورشة اونلاين يعني ورشة عمل لايف قدامنا ويتكلموا عليها لسه حاطين بالونة يعني ده يعني لسه يمكن جددوها ممكن يعني الكلام ده يمكن جددوها واضح اللي هو اللي قال كده مش قاري او هو ما قراش فيها كتير ويمكن مش تخصصه فطبعا البالونة دي شغالة بقالها كتير و FDA approval واخدة FDA approval وشغالة مفيش حاجة اسمها كده احنا بالنسبة لنا هنا يمكن انا بقالي تقريبا سنة ونص بدأت اشتغل جد هنا في مستشفى حي الجامعة يمكن عامل لغاية امبارح حوالي 98 بالونة نسب نجاح كويسة جدا امان كويسة جدا نسب امان هنا الحمد لله يمكن في 98 بالونة اللي احنا حطيناهم الحمد لله مفيش اي مشاكل يعني اقدر اديك النتائج كده رفلي كده يعني نقدر نقول مثلا متوسط الخسسان كان بيبقى ما بين 20 ل 35 كيلو في الست شهور جميل. انا شايف بس طبعا المشكله ان انت تختاري العيان يعني مش اي حد يركب بالونه احنا في الاوفر ويت اللي وزنه كتير زايد احنا طبعا زي ما انا قلت قبل كده يمكن حتى في البرنامج هنا ان احنا عندنا في حاجه احنا في الطب ما بنحسبش المريض بوزنه احنا بنحسب حاجه اسمها الكتله دي بتبقى بنقيس الوزن على سكوير روت ال او طول تو ذا باور 2 يعني الطول مضروب في نفسه ده بيسميه كتله فالوزن الطبيعي لاي بني ادم او الكتله الطبيعيه الوزن لاي بني ادم بتبقى من 19 بيديك رقم من 19 ل 25 ممتاز اذا انت فوق ال 25 فبتعتبر اوبيز او سمين فوق ال 30 وزنك زايد فوق ال 30 برضو زياده وزن زياده فوق ال 40 موربد اوبيزيتي يعني مرضيه فوق ال 50 يعني فيتال بقى يعني فوق ال 50 فاحنا عندنا بالنسبه للبي ام اي احسن او الكتله احسن نتائج بتجيبها البالونه اللي هي ما بين 30 لغايه 40 45 فوق ال 45 انا ما برضاش انا بقول للمريض والله انت ما تنفعلكش البالونه لان انت محتاج تخس 70 80 كيلو فانا مش هضحك عليك مش هتعمل أيوه. ولكن ليها بقى طلب تاني يعني انا ساعات المريض بيروح للجراح يقول له انا عايز اعمل تكميم او عايز اعمل باي باس المريض الجراح يقول له والله انت لازم تخسي لي 20 30 كيلو قبل ما اعمل لك العمليه لان انا ما اقدرش ادخلك التخدير بالمنظر ده فساعتها ده انديكيشن تاني للبالونه اروح بقى اعمل بالونه عشان تخس 20 30 كيلو عشان احضرك للعمليه الثانيه فاهم ازاي ايوه فطبعا فهم. مش ممكن يعني هي بتصير في البداية اللي أوفر ويت اللي وزنه كثير زائد يلجأ في البداية للبالونة وبعدين إذا قلت لك الكتلة بتاعته الكتلة أيوة 30 ل 45 ده بتجيب نتائج معاه هايلة البالونة فوق ال 45 لا ده يعمل جراحة أحسن على طول ده يعمل جراحة أحسن ممتاز طيب دكتور بتجيك حالات يعني بيكون وزنهم أو أنت قلت له ما أقول كلمة وزن أقول كلمة كتلة طيب يعني ما يكون مرة سمين يعني بس إنه يبغى مثلا يرجع الوزن الطبيعي يعني خلينا نقول شخص وزنه مثلا 60 وطوله يعني مش الوزن الزايد أيوة انا اقصد عندي في ناس كثير عندي. تروح تعمل بالونه انا بقول لك انا مركبين في الفتره دي حوالي بقول لك 98 بالونه في منهم بالظبط زي ما انت بتقول اللي هي الاوزان اللي هي 70 80 75 أقل كيلو و 75 كيلو أيوه. لا بس لا ما انا ما اجيش بقى عيانه ما هو اقل هيبقى فين بقى تروحي فين يعني ما هو اقل يعني نبغى الجسم المثالي ماشي الكتله لا الكتله كام يعني أيوه. على حسب الكتله بلاقي الكتله مثلا 30 28 بقول لها انت زياده او انت زياده الثلاثه بينزلوا دول مثلا بتبقى محتاجه 15 كيلو 10 كيلو بتنزلهم
وعندي عينين كده كتير جدا. طيب دكتور، بس يمكن في بعض المستمعين ما هم فاهمين ايش حكاية الكتلة هذه، بس انا حابة اوضح للكل يعني. خلينا نضربها كمثال يعني، قول لي مثلا شخص وزنه كذا وطوله كذا عشان بس نضمن انه الكل مستوعب موضوع الكتلة هذه. يعني مثلا لو بنقول مثلا الوزن، لو واحد وزنه الكتلة بتاعت وزنه 100 كيلو، بنحط 100 كيلو بنقسمها على الطول. الطول مضروب في نفسه. حلو. يعني لو انت مثلا 150، لو انت 150 سنتي، يبقى 150 سنتي 1.5 ملتبلاي 1.5. ممتاز. وتقسميهم على ال 100، تقسميهم عليهم هيطلع لك الكتلة. هيطلع لك اللي هو البي ام اي بتاعك. جميل جدا. هي شويه تلخبط ومسألة حسابية. لا بس عشان في سايس على النت تخشي تقول لك اديني، هو يقول لك اديني طولك، اديني وزنك، هو يقول لك البي ام اي بتاعك كذا ومحتاجه تخسي كذا عشان توصلي توصلي للوزن المثالي بتاعك. حلو. طبعا اكيد دكتور محمد اللي حاب يتواصل معانا يتصل علينا اكيد على 012-61-61-100، ومن الرياض 011-217-85-85. خلينا نرجع شوية ناخذ اتصالات وبعدين نكمل موضوعنا لليوم. في معانا أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية. كيف خيتي صحتك إن شاء الله؟ خير الحمد لله. يعافيك أخوي تفضل. الله يخليك يا رب. الدكتور مساء الخير. أهلا وسهلا سنور. الله يسلمك دكتور. أنا عندي زوجتي هي تعاني من نقص صفيحات دموية وراثي. أيوه. فضلت حوالي 14 سنة تأخذ الكورتيزون. أيوه. وفجأة وقفت الكورتيزون. المشكلة إنه بيصير عندها انتفاخات قولون وحموضة، والله ما خليت مستوصف مستشفى أدوية، ما في مجال. والغريب بالأمر دكتور إنه يعني الواحد إنه مضطر أولى صار تدخن، وتدخن تحس عادي يرتفع تعداد الصفيحات. ما أدري شو الموضوع. بتدخن؟ حاليا جديد، اول ما دخنت تلاقيها ابدا بالعادي ينزل تعداد صفيحات، يصير عندها رجفه. طيب هي حضرتك انت دلوقتي، انا بالنسبه لي انت سؤالك ليا انت مشكله الانتفاخات والحموضه اللي بتجيلها دي. والله يا بت ايه والله دكتور. هي طب هي وقفت كورتيزون ولا لسه ماشيه على الكورتيزون؟ والله وقفته و14 سنه ضلت مداومه يعني. طيب دلوقتي ما فيش كورتيزون. طيب احنا بالنسبه لنا دلوقتي ما ايه الادويه اللي بتاخدها؟ ايه الادويه اللي بتاخدها او ماشي عليها؟ والله حاليا ما في. يعني وقفت على جميع الادويه لانه ما استفادت باي دواء. طيب هو طبعا يعني ما فيش ارتباط ما بين نقص الصفايح والحموضه، هي طبعا حاجه عدي حاجه منفصل عن حاجه. واضح ان موضوع التدخين ده برضو بيزود الحموضه زي ما انا قلت من شويه، فلازم طبعا توقف التدخين ولازم تاخد علاج مناسب. يعني تشوف هي العلاج مناسب يعني مع علاج بسيط ومش محتاجه، ولكن لازم برضو اتابع الحال، هل في تراش، هل في لون البراز بيتغير، ده الاسئله دي كلها برضو لازم تسال للمريضه هل الكلام ده موجود. لان لو المحموده دي مستمره لفتره طويله لازم ابدا ابحث اشوف في جرثومه، في براز لونه بيتغير، يبقى اخش من خطوه لخطوه تاني. اذا العلاجات اللي انت بتقول لي عليها اللي هي اخذتها الفتره اللي فاتت مش جايبه نتيجه او مش كافيه، نعم. يبقى لازم اخش نعم خطوه جديده. طيب اخوي اتفضل. اتفضل يا اخي. في سؤال ثاني اخوي؟ والله شكرا يا ابي، بس اذا كان في حساب الدكتور او نقدر تواصل معي او بكون تفضلتي. والله باذن الله. الدكتور طبعا موجود في مستشفى حي الجامعه، كذا تقدر تتواصل معاه في اي وقت. دكتور محمد حامد استشاري باطنه وجهاز هضمي ومناظير الجهاز الهضمي. دكتور احنا تكلمنا قبل الفاصل عن الارتجاع، في محمد عبد القادر بيسال يعني بيقول انه هل يوجد علاج نهائي لارتجاع الحمض لان له 3 سنوات على ادويه البنترازول؟ طيب طبعا هو ده سؤال مهم جدا. هو اساسا انت يعني هل انت عندك ايه اتشخصت ازاي؟ الارتجاع ده ازاي بيتشخص؟ الارتجاع ده بيتشخص بالمنظار، يعني الارتجاع ده عندي 4 درجات ومتشخصش غير بالمنظار، يعني لازم المنظار بيشوف. هل انت عملت منظار عشان تقول انت عندك ارتجاع ولا مش ارتجاع؟ طيب المنظار ده هيبين هل في عندك فتح في الحجاب الحاجز او مفيش فتح في الحجاب الحاجز. اذا مفيش فتح في الحجاب الحاجز يبقى انا بدي علاجات بس، والعلاجات بتمشي عليها لفتره معينه وبعد كده بتقل بتقل بتقل. طيب لو في فتح في الحجاب الحاجز هل حجمه قد ايه؟
دي اسئله كتيره كلها. لازم هل هو عمل منظار؟ زي ما قلت السبب عمل منظار صحيح. مبدئيا عشان اشخص ارتجاع لازم منظار، لان في اربع درجات من الارتجاع. واحد اثنين ثلاثة، هل هو درجته كام عشان اقدر ارد عليه يعني صحيح. ارد على السؤال بتاعه، وهل في فت الفت في الحجاب الحاجز ده ممكن يبقى ليه علاج جراحي مثلا. انا ده كل المعلومات دي لازم يكون محضرها عشان اقول له ده ليك علاج نهائي ولا ملكش علاج نهائي فعلا. طيب يعطيك العافيه دكتور، احنا اكيد هنكمل حلقتنا لكن هنطلع فاصل اعلاني قصير وراجعي لكم. طبابه الف على الف الف اف ام مع سحر عبد الله العياده المسموعه. وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا لليوم، لكن باقي معانا وقت ان احنا نستقبل اتصالاتكم على 012-61-61-100 ومن الرياض 011-217-85-85. جالسين نتكلم عن أمراض الجهاز الهضمي بصفة عامة، اللي حاب يوجه أي سؤال لضيفنا لليوم الدكتور محمد حامد، استشاري باطنة وجهاز هضمي ومناظير الجهاز الهضمي بمستشفى حي الجامعة بمدينة جدة. نرجع ناخذ اتصال، في معانا محمد على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم كل اللي بيتصل اسمه محمد دكتور، ما لاحظ؟ انا اللي طالب انا اللي طالب كده. اتفضل. اللي بعته دكتور، انا دائما عند القولون في غازات باخذ حبوب حقت الهضم، شايف؟ ايوه. فبعض الاحيان يجيني القولون تحت العظام كده، احس بضيق زي ضيق التنفس او زي الشد العضلي في الجهه اليسرى، وبعض الأحيان في الجهة اليمنى. تمام. أيوة. ما أدري إيش الحالة دي. طيب أنا بس أسألك، في عندك غثيان أو تراش؟ لا لا. في إسهال أو إمساك؟ لا لا. مفيش طبيعي طبيعي مفيش. كله طبيعي. طيب يعني واضح إن الأعراض دي أعراض قولون عصبي، والقولون العصبي زي ما إحنا اتكلمنا الانتفاخ. زيادة أيوة. الانتفاخ ده لما القولون بينتفخ ممكن بيضغط على الحجاب الحاجز وتبدأ تحس بالإحساس اللي انت بتحس بيه ده، فطبعا أيوة. انت محتاج انك كلام طبعا ما ينفعش في التليفون، يعني ياريت الدكتور مختص يشوفك، ولكن انا في الغالب يعني 90% هيطلع الكلام زي ما انا بقولك كده ان شاء الله. طيب اخوي شكرا لاتصالك، الف سلام عليك. ناخذ اتصال ثاني، نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معانا اخوي؟ معكم محمد ناصر يا اخوي. تفضل. برضه محمد قول له، ما بقول لك انا اللي بعتهم. تفضل اخوي. ممكن اكلمك؟ ايوه تفضل، انت على الهواء. تفضل. يا اخي انا عندي قيلون، انا يمني، في قيلون هنا متعبنا لي 9 سنوات وانا وياه مره متعبنا مره يا اخي. طيب معلش، احنا كلنا عندنا قولون، القولون ماله يعني؟ وكله عنده هو قولون. عادي زي الصداع زي لا ما عندنا قولون صح؟ كله عندك قولون وانا عندي قولون. المرض الصديق هذا ولا لا دكتور؟ لا مش مرض، مش في قولون جوه. قولون انا صح. السؤال بقى تقول لي ايش في القولون؟ ايوه انما انا عندي قولون. الو. ايوه قول لي ايه الاعراض اللي عندك؟ ايه الاعراض تحس يعني بايش؟ كلمني كده بسهوله. تقلصات في الباطن، في اسفل البطن. ايوه. عندي امساك في البراز. ايوه. عندي صداع، زي الصداع كذا يجيب لي، وذا واستخدمت كمان. كمان صداع؟ ما نفي معي مره. بس في البلاد استخدمت كيس من العسل وحبه السوداء وكانت مناسبه لي، بس الحين ما حصلت هنا. طيب زي ما انا برضه اتكلمت في الاول، لو كنت سمعتني من الاول، الاعراض اللي تخوفني في القولون الاول اتاكد منها انها مش موجوده، اللي هي ايه؟ اللي هي الاسهال، اللي هو الدم، في دم مع البراز، في نزول في الوزن، وزنك طبيعي، دي الحاجات اللي تخوفني، اللي تخليني اخد اي خطوات ايه شديده. غير كده الاعراض اللي عندك برضو بتتماشى مع القولون العصبي، لكن الاول لازم استبعد الكلام اللي بقول لك عليه، هل في اسهال؟ هل في دم مع البراز؟ هل في نزول في الوزن؟ الحاجات دي موجوده؟ لو الحاجات دي مش موجوده اطمن، لكن لو موجوده لازم زي ما بقول لك نتقدم بخطوه ونروح لدكتور استشاري جهاز هضمي او اخصائي جهاز هضمي علشان نشوف القصه. طيب اخوي شكرا لاتصالك، ناخذ اتصال ثاني كمان، نقول الو. الو. اتصال جديد. وعليكم السلام. من معانا؟ محمد. معك عبد الرحمن. اهلا وسهلا. ايش عندي ده؟ اسم ثاني ممتاز. كيفك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله
الحمد لله. تفضل آمر، آمرنا سؤالك. تفضل عبد الله. أبي أستشير الدكتور بس في شغلة. تفضل. أنا فيني حموضة على حسب كلام صيدلانيين. فيني حموضة إعرافة قوية صراحة، فأحس إني لما أشرب الماء بصعوبة ينزل، ولكن كذلك. لا لا لا، في حاجة مهمة جدا، مهمة جدا. هل في صعوبة في البلع؟ في البلع صعوبة في البلع. صعوبة في البلع دي ما فيهاش تهريج عندنا، ما فيش تهريج، دي ما فيهاش هزار. يعني هذا هزار. أمر جدي. طالما صعوبة في البلع لازم تعرض نفسك على استشاري جهاز هضمي، لأنك محتاج منظار. صعوبة في البلع دي أنا ما بسكتش علي، لازم أعرف إيه سبب الصعوبة في البلع. ما تقوليش بقى حمودة مش، لا، صعوبة في البلع دي خلاص لازم، ما فيهاش هزار، لازم تعرض نفسك على الطبيب، لأنك محتاج منظار طبعا. طيب أخوي شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال كمان، نقول ألو. اتصال جديد. ألو يا ألو، اتصال جديد. حياك الله، هلا وسهلا. معانا على الهواء ولا لا؟ على الهواء أخوي، بس عرفنا بنفسك. معك محمد. هلا. أيوة كده طبعا. رجعنا لمحمد. كويس ممتاز، اتفضل. طيب. أخوي عندي يا أختي ودي أكلم دكتور. تفضل سؤالك يا دكتور. عندنا آلام في البطن وانتفاخات من 6 سنوات. أيوة. طيب محمد سكت، انقطع للأسف الخط. تقدر ترجع تتصل علينا، ناخذ اتصال اللي بعده، نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفنا بنفسك. معك ماهر. هلا وسهلا، تفضل يا ماهر. لو سمحت ممكن أكلم الدكتور؟ أيوة تفضل سؤالك دكتور محمد. أعطيك العافية. أهلا وسهلا دكتور. انا عندي اعراض، اشك انها اعراض القولون العصبي، في عندي اسفل القفص الصدري بيجيني الام مع الشرب مع الاكل بيكون في عندي نفس الالم زي انتفاخ بسيط، ومرات عن كثير بقوم من النوم بسبب الالم هذا. لو اكلت الاشياء اللي فيها زيوت يزيد على الشيء هذا. طيب في عندك في غثيان؟ غثيان لا، بس في مساك الله يكرمك. طيب في ترش؟ لا ما في. طيب الاكل اللي فيه دهون بيتعبك؟ بيتعبني. طيب ممكن تعمل اشعه تلفزيونيه كده تطمن على المراره؟ تطمن على المراره. طب بعد يحتاج اني اروح لدكتور جهاز هضمي؟ ما هو اكيد تعملها فين. انا كان مستمر معي فتره يمكن 3 اسابيع، حاولت استشير الدكتور، الدكتور كان باجازه فاضطريت اني ابعد عن الزيوت وخفت الحمد لله. لا بس برضو نطمن، ممكن ترجع صحيح. يعني من أهم يعني أسباب صعوبة الهضم في الدهون والزيوت هي المرارة، فلازم أستبعدها، لأن دي دايما بتفوت على الناس كتير. وبعد كده لو سليمة ممكن بقى أفكر زي ما تقول قولون عصبي، لكن الأعراض دي برضو ماشية مع شوية مع المرارة، فحب أطمن على المرارة عندها. طيب ألف سلام عليكم أخوي. ناخذ كمان اتصال، في باقي معانا شوية وقت. هلو سهلة، من معانا أخوي؟ محمد ناصر. رجعت لكم، انا ابغى اكلم الدكتور وقطع الاتصال علي. طيب هلا وسهلا فيك. بس الله محمد مسك مع الخط يعني حلو. تفضل امر محمد. الله يخليكم. اقول لك عندي انتفاخات تقرحات في المعده وزي كذا. لا 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 لا، واحده واحده. في انتفاخات ماشي، انما تقرحات دي مين قال لك ان عندك تقرحات في المعده؟ اعطيني كلمات بس يستخدمها الواحد. لا لا، التقرحات دي ما تبانش غير بمنظار، حتى ما تبانش بالإشعة. التقرحات الحاجة الوحيدة اللي بيشوفها المنظار، إنما الانتفاخات ده عرض عادي وممكن أي حد يحس بيه. يبقى أنت بتشتكي من انتفاخات، إيه تاني؟ وبعض أحيانا ترش. ترش، إيه تاني؟ بس صداع في الرأس. طيب دلوقتي البراز بتاعك لونه اتغير قبل كده؟ كمول في الجسم كمان. أخوي محمد بس يعني إحنا بنحاول ناخذ اتصالات كثير، فلازم تعطي كمان فرصة لغيرك. بس في شيء حاب تضيفه دكتور؟ هو بس أنت بتدخن؟ لا ما دخن ما دخن. طيب البراز بتاعك لونه اتغير قبل كده، جي أسود أو حاجة؟ لا، أول ما جانا الألم هذا كان في إسهال وفي زي كده، بس بعد ما استخدمت الأثر زي كده صار يتحسن معاي الألم يعني شوية، بس للحين ما حصلت ولا شيء هنا ولا شيء. شكرا لاتصالك أخوي. ما أدري واضح
واضحه الاعراض عنده؟ لا هو الاعراض مختلفه شويه. هو مفروض طبعا يعني هو متلخبط ما هو عارف، لان بيقول طبعا بيقول كلام تقرحات، لازم يكون يعني فعلا هل في تقرحات، لو في تقرحات في اعراض ثانيه فيعني برضه يستحسن، مش هنقدر ناخد وقت البرنامج كله ان انا افضل احلل واساله شيت جهاز هضمي كامل، فيعني يستحسن ان هو يعرض نفسه على برضه زي ما بقول حد بتاع جهاز هضمي استشاري اخصائي اكيد صار. حناخذ اتصال كمان، احنا طبعا يعني ما نبغى نقصر وبنحاول ان احنا نوفي مع الكل وناخذ اتصالات قد ما نقدر. ناخذ كمان اتصال نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معانا اخوي؟ معك فهد عتيبي. هلا وسهلا، تفضل اخوي سؤالك على السريع. الله يرضى عليك دكتور. دكتور انا استخدم حبوب جلوكوفاج حقه السكر. ايوه واضح كلامي تمام. سبب لي حرقان في المعده. سؤالي هل مع الوقت تأثر على المعده ما تأثر ولا تسبب حرق؟ حضرتك بقالك كم سنه عندك سكر؟ تقريبا من 6 شهور. قريب يعني. طيب هو طبعا ال 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 الجلوكوفاج مش الدواء ده نفسه مش 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 يعني مش معترف او مش قايلين ان هو بيسبب، هو مش بيسبب حموضه، مش بيسبب، ملوش اي صله بالحموضه في المعده، يعني بيزودش الحموضه في المعده. فممكن يكون عندك انا احس لا كلت الحبوب احس حرقان في نفس المعده. هو بس بقول لك مفيش صله مرتبطه بينه وبين الحموضه، ممكن يكون لاي سبب تاني او يكون احساس عندك، ولكن ببساطه شديده ممكن تاخد الدكتور بتاعك بيزود لك حاجه مع الجلوكوفاج، انها حاجه تلطف شويه لما بتيجي تاخده لو هو بيضايقك، وبسيطه جدا يعني، بس ما نقدرش نقول لك ما تاخدش جلوكوفاج، لازم تاخد تمشي على دواء السكر. طيب ان شاء الله معزنا ما تاثر، بس لا ما تاثر لكن لازم تتابع حاله الجهاز الهضمي، لان مع السكر ساعات بيحصل مشاكل في الجهاز الهضمي، فلازم تتابع دايما الجهاز الهضمي، لكن ما تاثرش الجلوكوفاج على دايركت يعني مباشر على المعده او على الاثنى عشر. طيب شكرا لاتصالك والف سلامه عليك. للاسف دكتور هذا كان اخر اتصال معانا لليوم، وشكرا لك صراحه دكتور محمد، يعطيك الف الف عافيه على الحلقه، ونتمنى تكون انبسطت معنا زي ما احنا انبسطنا معك واستفدنا معك صراحه. كانت حلقه جدا رائعه وممتعه، وان شاء الله يكونوا استفادوا أكثر. وكل المحمدات اللي كلمناها ايوه كلهم محمدات، حلقه محمد اليوم محمد بس. فكانت حلقه جدا حلوه، شكرا لك مره ثانيه دكتور محمد. انتهت حلقتنا لليوم من برنامج طبابه الف، وكان معانا الدكتور محمد حامد استشاري باطنه وجهاز هضمي ومناظير الجهاز الهضمي. الساعه هذه المميزه كانت برعايه مستشفى حي الجامعه بجده، وان شاء الله مستشفى حي الجامعه راح يكون معانا كل ثلاثاء. لاجل صحتكم تهمنا زي ما قلنا لكم، وكل يوم يكون معنا ضيف جديد وموضوع كمان جديد، ومو بس كذا المركز السعودي الصيني مقدم لكل حبايبنا ومستمعي إذاعة ألف ألف أف أم في كل مكان اللي يسمعونا يوميا في برنامج طبابة ألف، مقدم جائزتين طبعا اللي حاب يشارك كل يوم إن شاء الله راح يتم السحب على ربحين، وأكيد اللي ما حالف الحظ اليوم إن شاء الله راح يحالفه في الأيام الجاية. بالنسبة للي ربحوا معانا اليوم علي عبد الله ورعد المرواني، والف مبروك للي ربحوا اليوم، لكن زي ما قلت لكم اللي رسل لنا اليوم ان شاء الله راح يدخل اسمه معانا في السحب في الايام الجايه. هنا انتهت حلقتنا زي ما قلت لكم من طبابه الف، واقول لكم فمان الله كنت معاكم سحر عبد الله، لكن الحين راح تلتقي فيكم كابتن ريما ببرنامج فيتامين، انسوا كل الامراض وكل المأساة والالم والقولون، وان شاء الله بالعكس القولون العصبي الان حيكون في حالة مختلفة مع كابتن ريما، وحيصوم معاها ان شاء الله على مدى 3 ساعات من الان، وكل الطفشانين يرسلون لها طفشان بس ويطلعون معاها على الهواء يفرفشون يغيرون جو شوي. وراح اجدد لقائي فيكم ان شاء الله من جديد من الساعة 5 إلى الساعة 8 في برنامج استديو السلاطين مع زميلي سلطان العبد المحسن. فمان الله.